كان لي الشرف اليوم أن أقدم إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أوراق اعتمادي الموقعة من قبل الرئيس السربي ألكسندر فوتشيتش الذي عينني كسفيرة فوق العادة لسربيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أود أن أشكر الرئيس تبون على الترحيب الكبير واللقاء المتميز الذي خصني به اليوم. إنه لشرف كبير وفخر وامتياز أن أمثل جمهورية صربيا بالجزائر. بلدينا يتقاسمان 62 سنة من العلاقات الدبلوماسية التي ارتقت إلى علاقات صداقة. علاقات تاسست خلال الثوره التحريريه المجيده صربيا مصممه على توطيد علاقات الشراكه والتعاون وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين خلال مهمتي في الجزائر سالتزم بترقيه العلاقات الاخويه بين البلدين والشعبين الجزائري والصربي والعمل على تحقيق رؤيه مستقبليه مشتركه and to make our shared vision for the future a reality.